رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موجود في الحجر الصحي، لكن من هو جونسون؟ خلوني أعلمكم في معلومة في دقيقة. ولد جونسون في نيويورك عام 1964، لكنه ما عاش فيها وحصل على الجنسية المزدوجة الأمريكية والبريطانية، ويفتخر بأصوله التركية المنحدرة من اتجاه والده. نال درجة البكالوريوس في الآداب القديمة من جامعة أكسفورد. اشتغل في بداية مسيرته صحفي في العديد من الصحف المرموقة البريطانية، وتعرض الهجوم بسبب تزويره للمعلومات. نسب لنفسه مقال أثري ويعود لمؤرخ شهير، كما سمح الكاتب في عمود الصحيفة اللي يترأسها بكتابة مقال عنصري جدا، هذا ما أدى إلى فصله من الصحيفة. كما تدرج في العديد من المناصب الوزارية وغير الوزارية، وأهمها وزارة الخارجية وعمدة لندن. تزوج من مارينا ويلر التي أنجبت له 3 فتيات. وبس والله، كانت هذه حلقتنا لليوم. سووا لايك واشتراك ونشر. في أمان الله.